يقدم لكم هذا البرنامج برعاية votre envol. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. كوندور, prenez votre envol. كي كنت صغيرة كانت كل يوم تجبدني ريحة لافاني اللي خارجة من عند الحلواجي تاع الحومة. وكنت كل ما نشوف لي جاتو ساك اللي يخدمهم نقول أكيد يطيبهم من قلبه، وأكيد كي نديروا الحاجة من القلب تجي مليحة وتجي بنينة. وباش تجي بنينة لازم تخيروا المارغارين اللي تعطر الحلوة تاعكم بريحة الفانيلا. مارغارين أوبلين هي السر وراء نجاح وصفاتي في الحلويات الجافة. المهم باش يجيكم الكاطو بنين لازم له مارغارين أوبلين. أجل ديكابفور يقضي على الدهون وين تكون. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معايا في عدد جديد من مطبخ ليلى على قناة نجمة. برنامجنا برعاية سمن الوليمة، مارغارين بذوق الزبدة الربيع، ومارغارين أوبلين. معنا كذلك منتوجات الحضنة من ياوغت كامبساق حليب البن، وكذلك معنا مطابخ كونفيا وكوندور. إذن حصتنا اليوم راح يكون فيها طبق رئيس وتحلية. الطبق الرئيس تاعنا راح يكون دي فوس كويس. لي فوس كويس راح نرافقوهم بشويه تاع الرز، والتحليه تاعنا اللي هي محبوبه الجماهير ولا معشوقه الجزائريين اللي هي البسبوسه. مع اني درت البسبوسه عده مرات ودرناها بعده طرق ودرناها في عده فورمات، لكن مازال السؤال دائما يطرح مقادير البسبوسه البسبوسه البسبوسه. إذن اليوم راح تكون معنا البسبوسة، فما عليكم غير تحضروا لزاجوندا وليستيلو هكذا هاد المرة نضمن باللي ما تبحروش الوصفة. إذن نروحوا لطبق الرئيس. قلنا طبقنا اليوم واسمه لفوس كويس. باش نحضروا هاد الطبق ولا هاد لفوس كويس راح نحتاجوا أول شيء كمية من البطاطا مغلية حسب أفراد الأسرة، يعني من زوج حبات لثلاث حبات ماكسيموم. البطاطا تاعنا تقشروها تقطعوها ديروها في الماء والملح وريقه تاع الرند سنينه تاع الثوم باش هكذا البطاطا تاعنا تكون منكهه. الملح وشويه تاع فلفل كحل خليوها حتى تطيب مليح. نصفيوها تماما من الماء، يعني ما لازم تقعد فيها حتى قطره ماء. بعد اللي تصفى وهي سخونه نكرازيوها بليكراز بوم دو تير، يعني ولا بالرحيوه تاع اليد ماشي بالميكسر. بعد اللي تبرد البطاطا تاعنا نكملوا بقيه الوصفه. اذا راح يكون معنا كمية من المايس، شوية تاع فروماج غابي، شوية تاع البصل، سنينة تاع الثوم، وعندي ثلاث أفخاد. هنا أول شيء راح نحط هاد الكويس يطيبوا ونحكي لكم على الطبق كيفاش راح تكون الطريقة. إذا بسم الله. إذا لازم الكويس تاعنا يطيبوا، لكن انا مانيش حابه نغليهم ديراكتومون في الماء، راح يكون صامت. اذا انا واش راح ندير وكانه مرق، راح ندير فيه شويه تاع الزبده كميه صغيره برك، ونحط الكويس. وندير عليهم عندي لهنا ندير فقط نص حبه تاع بصل باش نكه برك المرق اللي عندي.
باش ما يجيش ما وحده. وعندي هاد السنه تاع الثوم راح نحطهم كيما راهم، ولا حبيتوا تخلوا الثوم تاعكم بالقشره ما كانش مشكل، خليه لاي اون شوميز. اذا انا عندي بصل والثوم وعندي لي كويس ديالي، ندير لهم شويه ملح شويه فلفل كحل، عندي شويه تاع القزبر. اذا تقليبه خفيفه برك، ما راحش نقلي اليوم، راح نطيبهم بارد في بارد، يعني ماشي بارد في بارد، عندي الماء ديالي راه سخون. بسم الله، نغطيهم انيفو ونخليو لي كويس يطيبوا. نزيدو لهم شطبه تاع معدنوس، هكذا المارق تاعنا يكون منكه. ومن بعد المارق تاعنا بعد اللي يطيب راح نمرقوا به الروز اللي نرافقوا به هاد لي فوكويس. اذا كيفاش راح نحضروا هذا الطبق؟ بعد اللي يطيبوا هاد لي كويس راح ناخذهم نفتتهم، نحي لهم هذاك العظم واللحم ديالهم، راح نضيفوا على هاد البطاطا. اذا البطاطا والدجاج بعد اللي نفتوه، ونزيد لهم لو مايس، ونزيد لهم لو فرماج غابي، يعني نعجنهم مليح ونعاود نرجعهم فوق هذاك العظم، يعني ما نرميهش بعد اللي نديزوسيه، ما نرميهش، يعني راح نشكل هذوك الافخاد، نعاود نشكلهم بالبطاطا والدجاج هذاك الطايب والمايس ولو فرماج. من بعد راح نروح نبانيهم في لافارين والبيض ولا شابلور، ولا حبيتو كورن فليكس ما كانش مشكل، راح نخلطو كورن فليكس مع لا شابلور، نرمضوهم مليح ونقليوهم في الزيت السخون. اذا لو بلا تاعنا لي كويس لازم حتى يطيبو، البطاطا بون راهي تبرد، الروز كذلك ما نقدرش نحضرو حتى نتحضر هاد لاصوص. اذا نخليو المقادير هادو كيما راهم، نروحوا فاصل نجيبوا مقادير البسبوسه ونعاودوا نرجعوا باش نتموا الوصفه. مشاهدينا الكرام، حطينا لي كويس يطيبوا في المرق تاعهم، فيهم البصل والثوم والمعدنوس، مرقناهم بالماء سخون خليناهم يطيبوا. نروحوا نحضروا البسبوسه تاعنا. البسبوسه تاعنا راح يكون فيها 4 حبات تاع البيض، كاس تاع السكر، كاس تاع لانوات كوكو، عندي كيس تاع خميره كيميائيه حتى لزوج، كاين الناس ما تحملش هذاك المذاق لا غيغكو اللي تمدوا لا لوفور شيميك، يديروا واحد، اما الناس اللي تقدر تحمل تروح حتى لاثنين. وعندي لهنايا واحد زوج كيسان، دوك تشوفوا معايا لا تيكستور، واحد زوج كيسان تاع سميد خشين، ماشي الخشين كامل تاع قلب اللوز، وانما لا موين لا سمول موين اللي نسموها بالدرجه تاعنا تشيشه. وعندنا كاس تاع الزيت. اذا نروحوا نشوفوا كيفاش راح نحضروا البسبوسه تاعنا. نحتاجوا ان بول، لا ما نساو القرصه تاع الملح. اذا اول شيء بسم الله نكسروا البيض، ونحتاجوا كذلك لو سيغو. انا السيرو طيبته من قبل وخليته يبرد، باسكو سي لو ميم سيرو كيما اللي درناه في خبزة الباي. يعني راح نديرو زوج كيسان تاع السكر، ونديرو 4 كيسان تاع الماء، خليوهم يغلي واحد 10 دقائق. بعد اللي يغلي نديرو عصرة تاع قارص، ولا الناس اللي تحب لحنو زوج مغارف كبار تاع العسل. إذا درنا لهنا 4 حبات تاع البيض، عندي بسم الله كاس تاع السكر، انا نخلي منه شويه ما نحبش بزاف الحلو، نخلطوا البيض والسكر، ما تحتاجش باتر يعني غير باليد، وبنفس الكيل اللي خدمنا به ولا بنفس الكاس راح نعمروه زيت.
لكن الزيت ما يكونش معمر للفوق، يعني يخليه واحد شويه على الكاس تاعنا ما نعمروش. الوغ بيض وسكر وزيت بنفس الكيله، ما ننساوش قلنا الرشه تاع الملح. عندي مكون هنا راني ما قلت لكمش عليه، عندي هنا راح ندير زوج بايط ياوخت، راح نستعملوا منتوجات الحضنة. يعني اللي ما توفرش عنده الياوخت ممكن يستعمل الحليب، لكن من الاحسن هذا الياوخت راح يعطينا واحد لا تيكستور لهاد البسبوسه تاعنا. ندخلوا مليح هاد الياورت مع لانوات كوكو. لهنا انا راني استغنيت على لي زيست، نحب ريحه لانوات كوكو تقعد لي في البسبوسه. الناس لما يقولوا لي ما تنجح لناش البسبوسه تجينا يابسه بزاف، ولا كاين تقول لك تطلع ومن بعد تدير لها حفره في الوسط، يعني ما تجيهاش في شكل شباب. تبعوا فقط المقادير، وشاك انغريديون كيما نقول لكم شاك انغريديون ضيفوه لازم تخلطوا مليح. يعني ما نروحش ندير مكون ما نخلطش ونروح نزيد الثاني، كل انغريديون نحطوه نخلطوا مليح باش نزيدوا لي موراه، يعني نخدموها بالعقل وبالطبع ما تقلقوش عليها. اذا هنا درنا البيض والسكر، درنا الزيت، ودرنا الياوخت، قرصة تاع الملح، ودرنا لانوات كوكو. إذن هنا راح نكيل، قلنا توجور ناخذ نفس العبر، راح نكيل الكاس الاول تاع التشيشة ونوجد لو دوزيام ونخليه دو كوتي. الوغ نشوفوا الى نزيدوه كامل. وي هنا عندي لو باكي تاعي تاع لا لوفور شيميك، ما نزيدوش وحده، راح نزيد معاه واحد شويه تاع لا فارين اللي قلنا راح دير لنا الربط تاع البسبوسه. نجيبو مغرفه ونعمرو مغرفه تاع لا فارين، اذا هاد الفارينه هي راح تكون عامل الربط باش ما تتفرق الناش البسبوسه. بزاف يقول لك انا البسبوسه تاعي تجي مزربعه ما تجيش مطمومه. اذا خذات لي زوج كيسان وربع كيما كنت مكيلتهم. فوالا دوك تشوفوا القوام معايا، نرفدوه بلا كويير. هلا ما يكون عاقد بزاف، ما يكون سايل بزاف، والبسبوسه قد ما تخلوها تريح راح تنشف وتشرب هذا الماء اللي فيها. دو بريفيرونس ما تخلوهاش الا خليتوها تريح باغ اكزومبل لو فور تاعكم معمر، ولا ما تخلوهاش لهنا في لو بول، عمروها في المول وخليوها تريح. هنا ناخذوا لو مول، لو مول ندهنوه بشويه تاع الزيت. توجور ناخذوا حذرنا باش ما يلصقش. لا حبيتو تزيدو ترشوه بشويه تاع التشيشه ولا السميد الحرش بيان سور تقدروا. نحي هذه المغرفه ونفرغوا هاد لا كونتيتي، ولا تقدروا ديروها في دي مول انديفيديوال. الوغ هنا بهاد
الياوخت وبلاد نوات كوكو راح تعطينا بنا هايلة. الو نيغاليزيوها برك شويه هكذا. لو فوق تاعنا مسخن من قبل كما قلت لكم على 200، وكي ندخل البسبوسه ديالي نرجعو 180. الو قلنا لو سيغو تاعنا راهو طايب وبارد، جامي نروحو نطيبو البسبوسه ونخليو لو سيغو تاعنا هو الاخر، باسكو الا كانت البسبوسه سخونه ولو سيغو سخون البسبوسه تاعنا راح تعجن. الوغ توجور نطيبو لو سيغو هو الاول ونخليوه يبرد باش نجيو نحضرو البسبوسه تاعنا. اذا انا لو سيغو طايب لو فوغ سخون نروح ندخل البسبوسه قلت لكم ا 200 ونقص لها. نشوفوا الدجاج مازال شويه كالكو مينوت. اذا انا راح نخلي الدجاج يطيب ونعاود نرجع لكم باش نكملوا الوصفه. وليت لكم اعزائنا المشاهدين بعد اللي طابوا لي كويس ديالي في هذاك لو بويون في هذاك المرق اللي قلنا المرق هذا راح نديروا به الروز. اذا اول شيء راح نشعل على الروز الوغ راح ندير فيه شويه تاع الزيت. يعني الرز هنا راح يكون مرافق. الوغ الزيت وشويه تاع الزبده. ده من بعد راح ناخذ كيله تاع الرز. يعني الرز كما على بالكم جامي نطيبوه بلا ما نكيلوه، دائما ناخذه بالكيل. الوغ انا راح ناخذ بهذا الكاس ناخذ كيله تاع الرز نحمصها في الزيت والزبده اللي راهي تسخن، يعني ماشي بارد باش ما يعجنليش. فوالا الوغ كيله تاع الرز بزوج كيلات ونص تاع المرق اللي طيبنا فيه لي كويس. دابت الزبده الوغ نرمي والرز يتحمص بسم الله. الوغ نحمصوه واحد دقيقه نغلفوه نخلوه يتغلف كامل بهذيك الزبده وهذاك الزيت باش ما يعجن الناش. هنا تحبوا ديروا المنسمات كيما الرانت كيما الزعيطره كيما الهيل كيما القرفه، اي منسم تحبوا ديروه ديروه لهنا على الاول مع الزبده والزيت هكذا يتلق مليح. ونروح نكيل المرق قلنا راح نديرو 3 كيلتين ونص، يعني زوج كيلات ونص. البويون ديالي فيه الملح فيه في الكحل فيه الثوم بسم الله وراهو سخون. يعني جامي قلنا نمرقوا الروز بالبويون بارد وفيه شطبات تاع المعدنوس. الوغ هذه الكيله الاولى نزيدو الكيله الثانيه على قدنا كيلتين ونص. نغطيوه ونخليوه بعد الغليان ابتي فو حتى يطيب يدير واحد الطقابي هكذا يطفيو عليه شويه معدنوس والروز تاعنا اي لي بخي. اذا هنا راح نقص له
ونروحوا لي فوس كويس. الوغ لي فوس كويس قلنا لي كويس تاعنا طابو في المرق، فتتهم نحيتهم من هذاك العظم اللي كان فيه كما راكو تشوفوا، خليت العظم لهنا. البطاطا مغليه راح نقص لها شويه، جاتني بزاف هاي تبان لي بزاف، راح نقص شويه من البطاطا باسكو عندي جوست 3 كويس. فوالا هادو كوتي ونخدمو مع هاد البطاطا. اذا هنا راح نرميو هذا الدجاج، نخلطو لها الدجاج هذا، نخلطو لها لو مايس. دونك عندنا الدجاج، عندنا مايس، مايس فيه من الماء، شلوه دائما حاجه معلبه لازم تتشلل. نزيدو له لو فرماج غابي، نخلطوهم كامل مليح. لازم الدجاج يكون مفتت. راح نحاولوا نوزعوا كامل المكونات بنفس الشيء، نزيد لها فقط شويه تاع المعدنوس ونبداو نشكلو. الوغ هنا عندنا الفارينة، عندنا البيض، نحاول نعبوه شوية، نحركوه. نشوف فاش نحط البيض، باش ندير لابانور. الوغ عندي زوج حبات بيض، ندير لهم كامل الملح والفلفل الكحل، قرصه ملح في لافاريد، قرصه ملح في البيض، فلفل الكحل لا ميم شوز. ما درتش فلا شابلوغ، على بالي كنت تسقسي علاش ما درتش فلا شابلوغ، باسكو لا شابلوغ فيها كورن فليكس، والكورن فليكس هذاك راهو مالح. الوغ نضربوا هذا البيض، الوغ نخليوهم قدامنا. لازم يكون عندنا كذلك الزيت، نوجدوا الزيت، نحط فيه كاسرونه غامقه. الوغ نوجدو كلش، هكذا الخدمه تجينا سهله. بسم الله، الوغ بعد اللي خلطنا المايس لو فرماج غابي البطاطا ولي كويس اللي كانوا طايبين، بيان سور الملح فلفل الكحل البطاطا كان فيها، الدجاج كان فيه، الوغ نزيدو جوست شويه برك، نروح لهنا باش ما نحصلش فيها، ندير شويه فرينه في يدي، ناخذ ينبول قد لاكويس كما قال، نكبروها شويه على لاكويس، نحاولوا نفتحوها، ندخلوا فيها العظم ونغلفوه كومبليتوم. فوالا هنايا لاكويس تاعنا راهي كبيره، نغلقوا عليها هكذا. نحاولوا نجوزوها في لافارين في البيض ونقليو. فوالا في لافارين بعد ذلك في البيض بعد في لاشابلور باش نقليو. نحاول نغلق لها لهنا لتحت باش ما تنحلليش في المقله. الوغ نروح ايتاب باغ ايتاب، نزيد ناخذ لا دوزيام بول،
دجاج وبطاطا مايس ولي زيبيس. نغلقوا عليهم مليح. لا ميم شوز، فارينا بيض وشابلوك. اذا انا راح نكمل نبانيهم نقليهم ونعاودوا نتلاقاو في طبق التقديم. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. بعد اللي وجدت الاطباق اللي حضرناها اليوم مع بعض، كنا درنا لي فوسكويس اللي كانت عباره عن بطاطا مغليه ومرحيه، ضفنا لها المايس وضفنا لها الدجاج تاع لي كويس اللي كان طايب، لا تنساو لي زيبيس. بانيناهم، درناهم في لافارين والبيض لا شابلوغ وقليناهم. قدمتهم انا مع الروز كما تقدروا تقدموهم انتوما مع دي فخيت مع انهم فيهم البطاطا، يعني جو بريفير الروز ولا ديبات. رفقناها بالتحليه، قلنا التحليه محبوبه بزاف في الشهر الفضيل ومحبوبه من عند كل جزائريين. درنا اليوم بسبوسه بلا نوات كوكو. ان شاء الله لي غوسه تاعي تاع نهار اليوم يعجبوكم، دونوهم وجربوهم ونتلاقاو في حصه جديده باذن الله. اذا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، صحه فطوركم وصحه سحوركم، والى اللقاء في عدد جديد ان شاء الله. أجل بيك أب فور يقضي على الدهون وين تكون. قدم لكم هذا البرنامج برعاية Condor, prenez votre envol. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. كوندور, prenez votre envol. كي كنت صغيرة كانت كل يوم تجبدني ريحة لافاني اللي خارجة من عند الحلواجي تاع الحومة. وكنت كل ما نشوف لي جاتو ساك اللي يخدمهم نقول أكيد يطيبهم من قلبه، وأكيد كي نديروا الحاجة من القلب تجي مليحة وتجي بنينة. وباش تجي بنينة لازم تخيروا المارغرين اللي تعطر الحلوة تاعكم بريحة الفانيلا. مارغرين أوبلين هي السر وراء نجاح وصفاتي في الحلويات الجافة. المهم باش يجيكم الكاطو بنين لازم له مارغرين بلين.